أنا سمعت هذه القصة أنك كنت في مجلس الشيخ واحد كان يتكلم أنه راح أفريقيا وأسلم على يديك على ستة، أنت بقيت تضحك. 700 في جلسة واحد. يعني كان فيه سبحان الله حاكم، وأنا أول مرة أشوف مثله يعني. رئيس القرية الزعيم، الزعيم هذا زعيم يعني، أما البقية فها نص نص، لكن هذا زعيم ما يمشي إلا بوفد وبحرس ويعني بأبها سبحانه. أي نعم. وكان معنا سبحان الله من الدعاة، كان معنا رجل كان أحد المحسنين يحجج كل سنة 10 أشخاص ما شاء الله من رؤساء القبائل، وكان هذا اللي معنا منهم. نعم. يعني من هؤلاء 10. فجيت أنا وتكلمت عن محاسن الإسلام وعن الإسلام وكذا، ثم تكلم هذا الرجل. نعم. اللي هو كان رئيس يعني قرية أو قبيلة أو زعيم. نعم. فسبحان الله يعني فعلا رؤية مكة والمدينة والمشاعر والحجاج يختلف يعني في تأثير النفس سبحان الله. فيقول الأخ هذا يقول ترى احنا كلنا زعماء، احنا عارفين الشغل يعني، كانوا يقول كله بالسحر والكهانة وكذا. أيوة. وأنا رحت المدينة وشفت النور بعيني كذا، يقول سبحان الله كذا سبحان الله يتكلم بحرقة، أنا شفت مكة والمدينة وشفت النور بعيني. والله الرجل هذا سبحان الله ما ننتهى من الأخ هذا، انتهينا إلا أسلم على طول مباشرة، لأن الكلام الشيخ من القلب إلى القلب سبحان الله، خاصة هذا الزعيم هذا اللي جاء للحج. فسبحان الله قلت له طيب والإخوة والناس؟ قال هؤلاء كلهم يسلمون، وجمعهم كلهم سبحان الله. أيوه. وكان قوي سبحان الله، حتى قال احنا نبغى مسجد وكذا، قلت له خلاص في مسجد، في كان واحد تبرع، قلت له أنا أجيب لك مسجد. ولكن سبحان الله بعد يعني شهر او شهرين توفي هذا الرجل سبحان الله، ما استطعنا ان نبني مسجد. الله المستعان. اي والله ما استطعنا، لانه كان يعني هو مسيطر يعني، هو قوي عمان. قوي جدا على المنطقه، وهي تعتبر يعني سوق، وهم يعني يتغلبون النصارى عليهم يعني متغلبون، فما استطعنا ان نبني. الموقف الثاني كان فيه احد ايضا طلابنا اسمه دوتي عثمان. نعم. قال لي أنا أبغى مسجد في قريتي، فكان في أحد المحسنين وكلمته وبنى مسجد، فرحت سافرت وقلت خليني أشوف المسجد. أيوة. فزرت الأخ الطالب هذا، وبعدين شفت المسجد وإذا برجل كبير في السن. قال لي يا شيخ، قلت له هذا مسلم؟ قال لي لا ما هو مسلم، الرجل الكبير ما هو مسلم. قال لي لا ما هو مسلم. أخذت أتكلمه، هو سبحان الله رجل كبير في السن يعني، يمكن أنا أعطيه يعني 80 يمكن، لكنه بشوش ويضحك فأنت مسلم؟ قال لا ما مسلم. ليه ما تسلم؟ أنا متكلم أنه هذا يترجم وتكلم. قال لي خلاص أبغى أسلم. سبحان الله. وأسلم الحمد لله. أي والله الرجل اللي معي يعني كأنه ذهل من 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 يعني من إسلام الرجل هذا، وأنا ما أدري يعني حقيقة ما أدري، بس كل ما مشينا رحنا القرية رحنا الناس نزورهم كذا، ويقول لهم سواهم الله اكبر الله اكبر انه فلان اسلم. إما انا ما ادري ايش يقول، ما ادري ايش يتكلمون يعني بلغتهم يعني يتكلمون. فبعدين سبحان الله جيت يعني، هو الطالب هذا تخرج يعني، فجيت وهو جاي للحج او للعمره في رمضان. قال لي تذكر الشايب ذاك اللي اسلم؟ ايوه. قال هذا ما في منكر في الدنيا الا سواه. الله المستعان. وكنا نكلم عن الاسلام ويضحك، واستغربنا لما اسلم على يدك، وظنينا ان الرجل مجامله، اسلم مجامله. يقول فسبحان الله بعد ما فتحنا المسجد كان هو اللي يفتحه في الصباح سبحان الله، وهو اللي يغلق، ما عنده لا اولاد ولا عنده اي شيء، لازم المسجد هذا. وبعد شهرين توفي الرجل الكبير هذا سبحان الله. حتى كنت يقول لما كنت ازور بعض القرى واقول لهم مستغربين يعني هذا رجل ما يسلم هذا الله المستعان من كثر ما يؤذي. ايوه الله المستعان.